السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير يا رب. هنتكلم النهاردة عن الكيميكال بير، هنشرحها إن شاء الله بالتفصيل. طبعا بنتناقش في كتاب ويلز اي مانيوال، ابتدى كلامه على الكيميكال بيرن بجملة مهمة جدا: treatment should be instituted، يبدأ immediate even before testing the vision. يعني العيان بتاع الكيميكال بيرن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ويلز بيبدأ وقبل ما يقولك والله ازيك عامل ايه اخبارك، بدأ على طول بالشرح وقالك والله على طول العين ده لما يجيلك لازم تغسل العين بسرعة بسرعة قبل ما حتى تست الفيجن. مش مهم الفيجن بالنسبة لنا، الفيجن مش هو الأساس خالص في البروجنوزس، الأساس عندنا في العلاج بتاع الكيميكال بيرن هو التايم. بالتالي على طول تروح تغسل، إلا لو أنت شايف إن في أوبن جلوب فأنت خايف إن أنت تعمل غسيل للعين، وساعتها هنأجل موضوع الغسيل ده شوية. لكن في البداية أول حاجة تقابل عيان كيميكال بير لازم تغسل العين كويس أوي. الحاجة التانية بقى، هو بيتكلم على الكيميكال سبستانس اللي ممكن تبدأ تأثر على العين، حاجات ألكالي أو حاجات أسيدك أو حاجات إيريتانت. الألكالي بيقولك زي اللاي، اللاي ده نوع من ال بيسموها كوستيك صودا، اللي هو NaOH، حاجات بيستعملوها في صناعة الصابون، الأسمنت، السيمنت، البلاستر اللي هو الجبس اللي بيجبسوا بيه مثلا أو حاجة، أو بيبنوا بيه، اللي شغالين في المباني يبدأوا يشتغلوا برضه بالجبس. الاير باج باودر، المفروض الاير باج دي بتكون باج نايلون كده مقفولة مثلا في الطابلو بتاع العربية، وبعدين بيكون عشان حاطين فيها جواها بودرة معينة بحيث ان هي لما تفتح ما تبقاش لزقت في بعضها، عارفين زي السيرفكتنت اللي موجود في اللانج كده، هو نفس الكلام، بيحطوا كده بودرة معينة بحيث ان هي لما تفتح ما يبقاش ملزقة في بعضها، فبرضه لما بتفتح ممكن لو البودرة دي دخلت في اي حد ممكن تعمله كيميكال اريتيشن. الفليتش، الحاجات اللي هي المبيضات زي الكلوريكس، الكلوريكس فيه مادة اسيدك على حد مادة الكالي كده شوية، ده البليتش لو المنظفات او المبيضات. الامونيا، حاجات بقى زي الفيرتلايزر اللي هو الاسمدة. الاسيد زي الباتري، دي مشهورة جدا، الناس حد بيصلح العربية بعد الشر يبدأ يدخل جوه عينه الأسيد بتاع البتري ده بتاع بطارية العربية. الحاجات اللي بينضف بيها حمامات السباحة، الفينجر اللي هو الخل، أو حاجات إريتنت زي مثلا بيبر سبراي أو الميس، اللي هو الحاجات بقى مثلا في بنات بيبقوا شايلين معاهم في الشنطة بتاعتهم حاجات كده، اللي هو عشان لو حد اتعرض لها تبدأ ترش في عينه، فبيسموها بيبر سبراي كده، بتبقى شوية ممكن تبقى ما هياش ألكالي ولا أسيد، بتبقى شوية نيوترال بس إريتنت للعين، عشان كده هو حاططها في خانة لوحدها. برضو كانسكي كان موفق جدا في بدايته، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، برضو بيتكلم على اللي هو الإميديت تريتمنت. هنتعود على كانس على تروما او هنتعود على ويلز هو بيتكلم، فيبدا يكلمك على طول دايما على الكيميكال بيرن او اي مرض، انا اسف، بيتكلم على ما الاول هيستوري وبعدين او الساينز والسيمتومز وبعدين الانفستيجيشن بعدين التريتمنت. لكن هو ما بداش كده خالص، هو بدا تريتمنت على طول، وده كان بصراحه توفيق منه، ان هو عايز يقولك بصراحه ما تفكرش في العيان ده الا ان انت تبدا تعمل له ايمرجنت تريتمنت. ايه الايمرجنت تريتمنت؟ اغسل عينه كويس جدا 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 بحيث ان هو الحاجه اللي موجوده جوه عينيه دي تبدا تنضف، تبدا تتشال من على عينيه، فبالتالي الاريتيشن بتاعها والتوكسيك افكت بتاعها يبدا يروح. هنغسل بايبسلاين، هنغسل برينجر لاكتيت، هنغسل بي اس اس، اي حاجه، هنغسل بتاب ووتر لو موجود، اي حاجه بالنسبه لك موجوده قدامك تنفع تستعملها استعملها على طول، افضل من لا شيء. في بعض الناس بتغسل بلبن، اي شيء قدامك تغسل بيه تغسل بيه خلاص. طبعا الملحوظة الاساسية ان احنا ما بنعادلش، never never neutralize، never neutralize. ليه؟ قال لك neutralization ده هتحط اللي موجود عندك اسيد فتحط الكالي، يعمل حاجة اسمها substrate، يعمل chemical اللي هو acid base reaction فيطلع substrate معينة مضرة، او ان هو يطلع عنه طاقة حرارية تبدأ تدمر العين. طيب هو بيقول لك بس ان انت ممكن تغسل بالطريقه المعتاده الصغيره خالص دي، اللي هو تجيب سرنجه وتحط الطبقه تحتها وتبدا تغسل عين العيان، او ان انت تخلي العيان ده لو هو في البيت بيكلمك قول له حط راسك تحت الحنفيه مفيش مشكله خالص، او هو بيقول لك الحته دي ان انت تجيب الاي في الانترافينس وتمسكها في ايدك وتبدا تغسل بيها عين العيان، او في حاجه اللي احنا سميناها مورجان لينس اريجيشن، دي بيوصلوها بالمحلول هنا في الجهه دي ويبدا يدخلها جوه عين العيان بالمنظر ده كده ويبدا يغسل عين العيان كويس. الخلاصة، أول ما العيان بيجيلك أول حاجة بيكلموك الطوارئ على العيان ده تقول لهم اغسلوا عين العيان لغاية ما أجي أشوفه. بيقول لك ملحوظات صغيرة في الغسل كده، إن أحيانا بيبقى ممكن مش شرط في كل الحالات تحط سبيكولا تفتح عين العيان وتحط له توبيكال أنستيزيا بحيث ما يبقاش فيه بين.
الحاجة التانية، لو سمحت لو لقيت بارتيكولات، لو لقيت مثلا حتة أسمنت، لو سمحت أنت لما تيجي تغسلها تبدأ تدوب جوه عين العيان وتعمل إيريتيشن زيادة، فلو سمحت أول حاجة تشيل المادة دي أفضل. الحاجة التانية ما تنساش، دايما عندنا في الرمد في أماكن مستخبية أشهرها الفورنيسز، بالذات السوبيرو فورنيكس. ما تنساش أنت عمال تغسل تغسل وفي حاجات في الفورنيكس اللي تحت والفورنيكس اللي فوق. أحيانا يعني برضه نقول تريكس صغيرة، أحيانا أنت تقول حافظ المعلومة في بالك، لكن العيان بيجي لك سيفير ليد إديما مثلا، فأنت بتنسى كل حاجة، أنت أصلا مش عارف تفتح عين العيان، فخلي بالك ما تنساش القصة دي. ممكن أعمل لها فلاشنج حتى الأول، يعني عارف أعمل لها إيفيرشن شوية وأعمل لها فلاشنج كده بالفلويد اللي موجود عندي، أو إن أنا بعد كده ممكن أدخل أعمل سويبنج بكوتون تيب، كوتون تيب ابدا ادخلها جوه عين جوه الفورنكس وابدا امسح كده، احط عليها اوينتمنت، احط عليها اي حاجه بحيث ان لو في اي ماده تلزق فيها وتطلع معايا. ما تنساش طريقتنا في قلب الجفن اللي هي الدبل ليد ايفيرشن، بس اعمل ليد ريتراكتور او ليد ريتراكتور وابدا احطه تحت الجفن واقلب، وبعدين ما فيش قلبه تانية، هو انت بتضغط عليه بزياده وتبدا تبص من تحت من الجهه دي، يبقى انت كده بتبص وتشوف العين ده الفورنيس بتاعته اخبارها ايه. واحيانا شايفين يمسكوا بالمنظر ده كده اللي هو اصلا يحطه هو جوه الكونجنكتيفا ويرفع بيه بحيث ان هو يعرف يشوف الفورنيسز. دي طرق جميله جدا عشان تفحص العين. طيب انا غسلت، هغسل مثلا لمده ربع ساعه كامله. الطبيعي ان احنا بنبدا نعمل ايه، يقول لك تستنى 10 دقايق وبعدين تبدا تطلع الليتمس بيبر بتاعتك، موجوده في بعض المستشفيات مش موجوده في الكل، وتشوف والله البي اتش بقت اخبارها ايه، نيوترال من 7 ل 7.4 من 10 ولا لا. لو لقيت ان لسه في فرصه ابدا اغسل كمان مره لغايه ما تعمل نيوتراليزيشن للبي اتش بتاع العيان. يبقى ده الكلام بتاعنا على الاميرجنت تريتمنت، خلاص يبقى ده الاساس بتاعنا. يبدأ ويلز يبدأ يقسم البيرن اللي حصل عندنا إلى مودريت تو سيفير وإلى سيفير بيرن. نبدأ بالمايل تو مودريت، خلي بالك الكلام هيبقى تحس إن هو داخل في بعضه شوية، مفيش كات لاينز عندك ما بين السيفير والمودريت والحاجات دي. هنقول كمان شوية كلاسيفيكيشن معينة، فإحنا بنقول والله العين ده هيجيلك هتلاقي الليد فيه مايلد إديما، هتلاقي العين ده عنده فيرست أو سكند ديجري بيرن، خلاص في احمرار، في اللاشز راحت او ما راحتش مش مشكله قوي. الكونجنكتيفا هتلاقي الكونجنكتيفا الابيثيليا ممكن تلاقي فيه ديفكت، يعني لما تحط فلوريسين ستين ممكن تلاقي الكونجنكتيفا نفسها واخده ستين، ممكن تلاقي فيه شويه كيموزس اديما، ممكن تلاقي هايبريميا، ممكن تلاقي هيموريدج. خلاص اهم حاجه عندنا يمكن في الحته دي، هو ده اهم حاجه، يعني لو عايزين نقول مثلا ايه كلمه السر عندنا في الحته دي، نو سيجنيفيكانت اريا اوف بريليمبال سكيميا. يعني لو بصينا تحت نطينا الحته دي ونزلنا على اللي تحت، شايفين الصوره اللي تحت دي، شايفين الجزء الابيض ده، ده حصل كيميكال بيرن لدرجه ان هو كوى البلاد فيسل اللي موجود عند الليمبس، فيسموا ده ليمبال اسكيميا. اول ما تشوف ليمبال اسكيميا دي احنا دخلنا في ناحيه السيفير، لكن هنا في المايلد مودريت في الحالات دي ما بيبقاش فيه ليمبال اسكيميا. وهنتكلم على بالظبط ليمبال اسكيميا تفرق معانا في ايه بعد شويه. يبقى بالنسبه لنا مهم جدا جدا جدا. من الاخر العيان بيجي لك يقول لك انا عيني حمراء دخل فيها حاجه، انت تبقى مبسوط جدا. اول ما العيان تلاقي في حته فيها كوت والكيميكال بيرن كوا بلاد فيسل، تبقى معناها تبدا تقلق. الكورنيا هتلاقي من اول ان انت تلاقي فيه اس بي كيز اللي هو سوبرفيشال بانكتيت كيراتيتس، اللي هو حتت بس ممكن صغيره تبقى مش واخده ستين بس تك، او احيانا تبقى بانكتيت ايروجن يعني تبقى نقر صغيره كده واخده ستين، او تلاقي فيه فوكال اريا لص، او كل الابيثيليوم حصل له سلافنج. كل ده وارد ممكن يحصل مع العين اللي عنده كيميكال بيرن. هتشوف الاي سي رياكشن هتلاقيها مايلد اي سي رياكشن، ممكن تلاقي سيلز واحده لو انت الكورنيا كلير تعرف تشوفها، ما لقيتش ممكن تلاقي بلس 1، حاجات كده بسيطه جدا. خلاص طيب في الحاله دي علاجنا ايه؟ اول حاجه لازم نقولها اللي هو الاميرجنت تريتمنت. ما انت حضرتك انت الاول اصلا يقول لك فيرست شوت تنسي، يعني الاول العين ده اول تغسل العين وبعدين تشوف ابدا الامور تبقى ماشيه ازاي. يبقى اول حاجه نغسل العين كويس جدا 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 لغايه اما البي اتش تبقى كويس، بعدين يلا بسم الله الرحمن الرحيم نفحص عين العيان. خلاص بعد كده هنعمل له ايه بقى العلاج بتاعنا؟ ما ننساش انا عايز اوريك بس ملحوظه صغيره جدا هتفيدنا جدا 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 لما نيجي نشرح الكيميكال بيرن والتريتمنت بتاعنا. تعال نروح لها الاول وبعدين نرجع تاني للقصه دي. شوفوا انا عملت لها ملخص سريع جدا. بص انا عندي في ماده كيميائيه دخلت عين العيان اهي، في كيميكال بيرن دخل عين العيان كويس. الكيميكال بيرن ده هيعمل ايه؟ هيعمل انفلاميشن في العين كويس، وبعدين لما يعمل انفلاميشن هيبدا الابيثيليوم بتاعنا ممكن يحصل له لص، وبالتالي لما الابيثيليوم ده احنا عارفين ان هو البارير اللي اجينست
الميكروبات معظمها ما عدا فاكرين اللي هو الجونوكوكاي والدفتيريا والليستيريا والهيموفلس انفلونزا، ايا كان سيبنا من الجمله دي شويه. الابيثيليوم لما يحصل له ديفكت ممكن يحصل حاجه اسمها سكندري بكتيريال انفكشن. كويس، يبقى الكلام بالنسبه لنا تاني، كيميكال بيرن عمل انفلاميشن وبالتالي حصل ابيثيليال لوس، وممكن يحصل بعده سكندري انفكشن برضه. نفس الانفلاميشن ده ممكن بعد فتره لو لو الاريتيشن ده عالي، وبالذات مع الالكالي، فاكرين احنا الالكالي اقوى من الاسيد خلاص، وبالتالي عشان هو بيعمل حاجه اسمها ليكوفاكتيف نكروزس، فبالتالي ممكن يوصل لغايه الاستروي، يعمل حاجه اسمها ميلتنج، وممكن يعمل كمان بيرفوريشن، بالتالي عندنا الانفلاميشن جامد جدا. طيب انا بقول الكلمه دي هنا ليه؟ عشان عايز نطلع منها باسهم صغيره جدا جدا جدا، واقول لك ازاي نعالج عيان زي عنده كيميكال بيرن. بصوا كده معايا عشان ما ننساش. اول حاجه عندي كيميكا دخل جوه العين، هنعمل فيه ايه؟ اول حاجه هنعمل غسيل للعين. يبقى اول حاجه اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الاميرجنسي تريتمنت اللي هو الغسيل للعين. كويس، طب حصل انفلاميشن يا ولاد او يا جماعه، انا اسف بقى يا دكاتره خلاص متعود انا اشرح للطلبه. الانفلاميشن فدي حاجه انتي انفلاماتري، اهم انتي انفلاماتري عندي هو الاستيرويد. يبقى بالنسبه لنا العيان اللي عنده كيميكال بين لازم اديله استيرويد حتى لو كان عنده ابيثيليال ديفكت. طبعا احيانا مع الاستيرويد بندي سايكلو، بتقلل دايما السايكل، بنفتكر ان هي بتقلل حاجتين بحرف البي، تقلل البين وتقلل البوستيروسينيكيا خلاص، عشان هي بتعمل ريليز في السبازم او تعمل ريلاكسيشن في المصل السيلياري مصل، فبالتالي تقلل البين الناتج عن السبازم وتقلل البوستيروسينيكيا عشان هي بتوسع البيوبل شويه. طيب الحاجه الثالثه عندي ابيثيليال ديفكت، ازاي نخلي الابيثيليال هيلينج يزيد؟ ادي لوبريكنت، يعني مهم جدا ان انا ادي لوبريكنت للعيان اللي عنده ابيثيليال ديفكت خلاص. ممكن في حاجات بتزود الهيلينج برضو بتاع الابيثيليوم اسمها اوتوليجس سيرم، حد بنجيب منه السيرم ونلففه في سنترفيجيشن، وبالتالي بيبدأ يزود الهيلينج بتاعنا خلاص. طيب لو انا عندي العيان ده انا خايف يحصل له سكندري بكتيريال انفكشن، فاديله انتيبيوتيك كسكندري بكتيريا عشان تو جارد اجينست سكندري بكتيريال انفكشن. طيب العيان ده بدأ يحصل له سترومال ميلتنج، فابدا ادي حاجات انتي كولاجينيز، اشهرها التتراسايكلين واهمهم الدوكسيسايكلين عشان ما بيأثرش على الكلى وما لوش سايد افكت كتيره زي التتراسايكلين. الحاجه التانية ممكن الفيتامين سي، مشهور جدا بالنسبه لنا انه برضه ممكن يزود لنا هيلينج بتاع الستروم. لو بدا يحصل بيرفوريشن هنبدا نعالج البيرفوريشن، لو صغير احط جلو، لو كبير ممكن اضطر ان انا اعمل كيراتوبلاست. يبقى كده فهمنا الكلام، الصوره اللي قدامنا دي ان شاء الله هعمل برضو بعد، جت في بالي ان انا بعد الفيديو بتاع الكيميكال بيرن اجي اشرح الجزئيه دي لوحدها، بحيث ان احنا نعمل برضو بلاي ليست اسمها مايند مابس، بحيث ان احنا كل موضوع نطلع بمايند ماب صغيره، يبقى الموضوع في بالك ما يبقاش فيه تفاصيل كتير جدا زي ما هي موجوده عندنا دلوقتي خلاص، بحيث ان انت لما تيجي تراجع يبقى المراجعه في الاساس في العلاج هو المايند مابس. نرجع تاني لموضوعنا، قلنا لو العيان ده عنده مايل تو ميدريت هنعمل ايه؟ توبيكال ستيرويد، ادي بريد فورت مفيش مشكله، ادي اي حاجه فيها بريدنيزولون 4 مرات في اليوم، 4 مرات في اليوم لمده اسبوع خلاص، حتى لو الابيثيليوم فيه ديفكت كويس، خاصه لو الانفلاميشن كان سيفير ادي على طول وخلاص. تاني حاجه سايكلوبنتوليت، قلنا نديها عشان بتقلل حاجتين بحرف البي، بتقلل البين وتقلل البوستيروسينيكيا خلاص، زي ما احنا اتفقنا مع بعض. خلي بالكو قلنا ممكن حد يدي حاجه توسع البيوبل من ضمنها الفينايلفرين، يعني سايكلوفرين، تقول والله هديله سايكلو بس تنسى وتدي له سايكلوفرين وتقول ما فيش فيها مشكله. لا طبعا في مشكله، لان عندنا سايكلوفرين بيعمل فازو كونستريكشن افكت، فبالتالي ممكن يزود الليمبل اسكيميا. دايما بصراحه في الكيميكال بيرن خد بالك من الكيميكال من الليمبل اسكيميا. الحاجه الثالثه هندي لوبريكنت عشان يزود الابيثيليال هيلينج، هدي انتيبيوتيك تو جارد اجينست سكندري بكتيريال انفكشن. لو بقى اذرز يا ولاد اللي هو لو بالنسبه لنا في بين ادي حاجه للبين، لو في دكاتره عندنا حاجه زودت ضغط العين، ضغط العين زاد، ضغط العين بيزيد ازاي؟ من الانفلاميشن اللي حصل عندنا، من اليوفيتس اللي حصل عندنا بالذات مع الالكالي، يبدا يدخل جوه الاي سي، فبالتالي ممكن يزود ضغط العين، فبالتالي ابدا ادي بيتا، ادي بيتا بلوكرز، او ممكن ادي اسيتازولامايد 500 مللي جرام اللي هو بيسموها سيدا ميكس مرتين في اليوم. وخلي بالي دايما اسيتازولامايد من القواعد العامه خلي بالك من البوتاسيوم، اسيتازولامايد سيدا ميكس خلي بالك دايما من البوتاسيوم خلاص. توبيكال بيتا بلوكرز اديها مفيش مشكله، بس برضه اطمن ان اللي عندها ما عندوش حاجه كاردياك، ما عندوش هارت بلوك، ما عندوش برونكيال ازمه،
وطبعا برضو افويد الالفا اجونست عشان برضو ليها فازو كونستريكتور بروبرتس. هبدا اتابع عندك كل يوم. اتابع ايه؟ بص انت برضو في بالك الحاجات اللي احنا قلناها في المايند ماب، العيان ده لما بيحصل له انفلاميشن بيحصل له ابيثيليال لوس، بيحصل له سترومال ثيننج او ميلتنج، وممكن يحصل له سكندري انفكشن. حلو قوي. يبقى انا بتابع الحاجات دي كلها، اشوف الابيثيليال بيهيل ولا لا، يفضل ان انت تكون رسمه بحيث ان انت تعرف هو بيهيل ولا لا، هل في سترومال ثيننج بتزيد ولا لا، واخده تلت الكورنيا، واخده نص الكورنيا ولا ايه، هل في سكندري بكتيريا انفكشن ولا لا. وصلت؟ كويس جدا. طب لما ندخل على السيفير بير هتلاقي نفس الساينز اللي فاتت بس افظع شويه، ان اللي ده هتلاقي فيه سكند تو ثيرد ديجري بير، خلاص بدا ياكل معظم الابيثيليوم، معظم السكن. كونجنكتيف هتلاقي كيموزس جامد، ممكن تلاقي هايبريميا موجوده، مفيش مشكله، لكن اهم حاجه عندنا هي الليمبال اسكيميا. صح. يعني انا بالنسبه لي انا من الاخر كده داخل على العيان بتاع الكيميكال بيرن، اغسل عينه وبعدين ابص هل في ليمبال اسكيميا ولا لا. خلاص. الكورنيا ممكن زي ما اتفقنا ممكن تلاقي في ابيثيليا لص، ممكن توصل بقى الكورنيا الاديمه، ممكن يحصل اوسفيكيشن تلاقيها اوبيك جدا، شايفين الصوره اللي تحت دي، بدا الكورنيا تبقى اوبيك فيري هيزي. خلاص. الاي سي رياكشن هتلاقيها عاليه طبعا اذا عرفت تشوفها من الكورنيا. خلاص. بعد كده ضغط العين ممكن يعلى، في معظم الحالات ممكن يعلى، ممكن بقى حاجات نادره شويه ان ممكن يحصل ريتينوباثي كيميكال بيرن، يحرق السكليرا، وممكن يحصل افكت ثيرمال افكت على الريتن، نعمل فيها نوع من الريتينوباثي. في تقسيمتين مش موجودين في ويلز بس قلت اقولها لكم، يهمني بس اي واحده منهم بالنسبه لنا. انا بصراحه بفضل دي شخصيا يعني عشان هي اسهل بس مش عشان حاجه، وعشان هي داخله في المضمون اللي هي عايزه تشوف فيه ليمبال اسكيميا ولا لا. خلاص. انا دايما احفظ الروبر هول دي، افتكر علامة المرسيدس عشان ما انساهاش، المرسيدس اهيت. عايز اقول ايه؟ ان في ثلاث اتلات عندنا في الكورني. خلاص. انا لو اول جريد ان انا ابص على عين العيان ممكن الاقي فيه ابيثيريال دامج، لكن اهم حاجة عندنا اللي هي نو ليمبال اسكيميا. طالما ما فيش ليمبال اسكيميا احنا بصوا قلنا في الفيديو القصير اللي فات بس خلينا نقولها تاني عشان لو حد بيسمع الفيديو ده مباشرة، ان هنا عند الليمبس في عندنا حاجة اسمها ليمبال ستيم سيلز. الليمبال ستيم سيلز وظيفتها الاساسية الهيلينج بتاع الابيثيليوم، وان هي بتشتغل كبارير وموجود عند الليمبس بالظبط. فبالتالي لو حصل ليمبال اسكيميا يبدا يحصل لص اوف ذا ستيم سيلز، فبالتالي فرصه الهيلنج اقل، فبالتالي مهمين جدا ليمبال اسكيميا. الجريد 2 ان في بدا يحصل ابيثيليال دامج بس بقى في هيز، فبالتالي الايريس ديتيلز هنا لسه فيزيبل بس تلت اقل من تلت المنطقه هنا حصل لها ليمبال اسكيميا. خلاص. يعني هتلاقي في احمرار في الكونجنكتيفا كلها كده جنب الليمبس بس في اقل من تلت الكورني هنا في الجزء ده كده، اقل من التلت في سكيميا. فابدا اقول والله العين ده جريد 2 بس برضه ما زلنا جود بروجنوزس. طب لو بدا يزيد الليمبال اسكيميا، بدا المكان ده كله يحصل فيه ليمبال اسكيميا، بدا الاحمرار يبقى مثلا في تلت واحد بس الباقي كله هنا فيه ليمبال اسكيميا من تلت النص. طالما لقيت من تلت النص اقول والله اللي عندك جارد بروجنوز. اكتر من نص يعني لقيت نص الكورنيا كده اكتر من نصها حواليه ليمبال اسكيميا، يبقى اللي عندك كده عنده سيفير كيميكال بيرن او سيفير جريد اوف كيميكال بيرن، هي جريد 4. يبقى ده كلام مهم بالنسبه لنا جدا، فانا عشان كده بفضل دي سهله جدا. هنا ديوا كلاسيفيكيشن عمل كلاسيفيكيشن 1 ل 6، وبعدين بدا يقسمها فيري جود بروجنوزز، جود بروجنوزز، جود تو جاردد، وبيقسمها برضو على حسب الكلوك اورز، الكلوك اورز بتاعت الليمبال اسكيميا. هتلاقي فيه تشابه ما بين الاثنين، فعشان ما نصعبهاش على نفسنا والله بص افتكر علامه المرسيدس. خلاص. والله لو لقيت العين ده ما فيش ليمبال اسكيميا كويس، اقل من التلت يبقى بالنسبه لنا والله الامور لسه كويسه. خلاص. العين الموضوع زاد عن كده بقى اكتر من تلت، خلاص اكتر من تلت او وصل الى النص معناه ان جارد بروجنوز، اكتر من النص معناه ان العين ده عنده بور بروجنوز. هعالج ازاي؟ منطقي نراجع تاني اهو، العين ده بسرعه لما هيجي لي هغسل عينه كويس جدا، ده الاميرجنت تريتمنت اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ايمرجنت غسيل. الحاجه الثانيه انفلاميشن ادي ستيرويد، بس المره دي عندي انفلاميشن سيفير فبالتالي زود جرعه الستيرويد، ما اديهاش 4 مرات، اديها مثلا كل ساعتين. خلاص. اديها مثلا كل 3 ساعات فزود السايكلو.
خلاص هكمل عليه. حضرتك هنا ابيتيليا اللص اكيد، فالتالي ممكن ادي لوبريكانت وممكن احتاج ضروري اوتوليجاس سيرم على طول من البدايه. انتيبيوتيك استعمل وازود الجرعه بتاعته شويه عشان ما يحصلش سكندر انفكشن. العيان ده بدا يحصل له ميلتنج، يبقى في الغالب في الغالب العيان ده يمكن اللي فات ممكن ما نحتاجلوش حاجه تترا سايكلين وفيتامين سي، لكن هنا اساسي هنحتاجه. ولو حصل بيرفوريشن زي ما اتفقنا مع بعض، يا اما جلو يا اما كيراتوبلاستي على حسب كميه او درجه البير او البرفوريشن اسف. يبقى تاني شايفين الكلام لما بنقوله كلام عام، بتلاقي لما نيجي ندخل في التفاصيل الاسهل ايمرجنت تريتمنت، لو سمحت اغسل العين كويس قوي. نادرا لما بنحتاج هوسبيتال ادميشن. لو سمحت لو لقيت نكريتو كتيشو وانت بتغسل نضفه معاك، وادي ستيرويد بس هتعمل ايه، ادي بريت فورت بس لو سمحت زود الجرعه بتاعته لغايه 9 مرات في اليوم. خلاص تمام المعلومه بس اللي احنا ما قلناهاش هناك بس نقولها هنا تاني، ده الكل الستيرويد لما بتديه اسحبه بعد اسبوع 10 ايام. ليه؟ لان الستيرويد بيقلل الهيلينج عشان هو فيه انتي انفلاماتوري افكت، بالتالي كمان ليه انتي كولاجينيز افكت، فبالتالي ممكن يحصل ميلتنج. طب لو انا عايز اطول بيه شويه، عايز اطول بيه شويه، في حاجه بديل ليه، بديل ليه اسمها ميدروكسي بروجسترون. ده حاجه نوع او ديريفاتيف من البروجسترون، هو ليه زي كانه ليه يعني ستيرويد جلوكو كورتيكويدز افكت خلاص، وكمان ليه دور في الكولاجين تنسس، فبالتالي احيانا بس طبعا ما بيبقاش موجود في كل الاماكن بيتحضر ميدروكسي بروجسترون، او يكون موجود في بعض الاماكن يعني في المكان اللي انا فيه موجود خلاص. يعني ممكن تروح صيدليه بتديهم بروتوكول ازاي يحضره لك وبيحضره لك فعلا. سايكروبلوجيك زي ما اتفقنا بيقلل البين ويقلل البوسيروسينيكيا، وبلاش الفينايلفرين. ادي فريكوانت بقى بريزرفاتيف فري لوبريكانت. دايما ليه بريزرفاتيف فري؟ عشان البريزرفاتيف اللي هي المواد الحافظه بتبقى توكسيك للابيثيليوم، بالتالي يفضل ان انت تدي حاجه بريزرفاتيف فري. ودي توبيكال انتي بايوتيك. هنا بيقول ملحوظه، بس انا عايز اقول لكم على ملحوظه كده عامه فولز، ان الكلام بيبقى مكرر. يعني تلاقي مثلا بيتقسم الموضوع الى مودريت تو سيفير، طب ما هو نفس العلاج. انا ممكن نبقى بعد كده ان شاء الله مشاركتنا مع بعض كده ممكن نعمل بقى حاجه تظبيط الويلز مع بعض، يعني عارف اللي هو نبدا نقول ايه الكلام المكرر اهو، طب تعال نلغيه ونقول والله لو الحاله كيميكال بير اعمل كذا كذا كذا، وبعدين لما الحاله تكون مثلا فيها سيفير ابقى زود مثلا تتراسايكلين وزود وزود وزود، يعني عارفين لو هي محتاجه فعلا بس كان سكي يتظبط، بس احنا ماشيين مع بعض ان شاء الله وربنا بس يكرمنا مع بعض سوا كده باذن الله. فبيقول لك ملحوظه دي بتبقى ملحوظه مع اي حاجه، اي يا جماعه يعني يكون عنده ابيثيليال ديفكت وهتستعمل له انتيبيوتيك، لو استعملت السيبروفلوكساسين، السيبروفلوكساسين بيعمل بريسيبيتيت على الكورنيا في بعض الحالات. في بعض الحالات لو انتوا فتحتوا كانيسكا هتلاقوا في صوره مشهوره جدا، ممكن ابقى احط لكم صوره منها كده على الجروب، بيكون في بريسبتيت يحصل على الكورنيا من السيبروفلوكساسين. فقلت خلي بالك من السيبروفلوكساسين، خلاص بلاش عندنا امور سهله. خلي بالك العيان ده ممكن يعني في بعض الاوقات ممكن نديله ستيرويد ازاي، ممكن نديله مثلا انت ممكن تديله بريت فورت، ممكن تديله ديكساميثازون، فممكن في بعض الاوقات مثلا نديله مثلا حاجه زي التوبرادكس خلاص اللي هو فيها توبرامايسين وفيها ستيرويد. يعني اقصد احيانا ممكن تعمل ميكس ما بين الاثنين، بدل ما العين يحط قطرات كتير يحط قطره واحده منهم بس. لو في بين اديله بين ميديكيشن، لو في ضغط العين زي ما اتفقنا اديله حاجه تقلل ضغط العين بنفس الطريقه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. حضرتك الاستروما بدات تبوظ اديه تترا سايكلين خلاص، زي اشهر حاجه عندنا الاورا ديكسا سايكلين اللي هو زي الفيبرامايسين 100 مللي جرام، بيبقى دوره مش كانتيبيوتيك، دوره هو كولاجين انهبيتور، كولاجينيز انهبيتور، بس ممنوع في الاطفال، ممنوع في البريجننت خلاص. التتراسايكلين كونترا انديكيتد في حالات الرينال، بس الدوكسيمايسين سيف في حالات الايه، رينال ديزيز خلاص، الى حد ما ملوش رول توكسيك قوي على على الكدني. الحاجه الثانيه اللي ممكن نستعملها برضو الاسكوربيك اسيد، فيتامين سي تدي له اورال، في منه قطرات بس مش متوفره قوي، اورال من 500 ل 2000 مللي جرام بير دي. بص ما تنسوش دايما الفيتامين سي، افتكروا مع بعض كده اهي السي اهي، افتكر ان احنا ما ننساش او هنقلبها كانها كدني ونزل منها حالب كده كويس عشان ما ننساش الرينال كومبرومايز. فلو العيان عنده رينال امبيرمنت بلاش تديله فيتامين سي خلاص. ستريت استايل سيستين برضو بصراحه مش كل الاماكن متوفره فيها. طب لو العيان ده بدا يحصل له سمبليفر، من اشهر الحاجات اللي بتحصل ان يحصل اديجه ما بين الليد والكونجنكتيفا، الليد والكورنيا اللي هو بيسموها سمبليفرون، فيقول لك هات جلاس رود او هات مثلا كيوتيب وحط عليها اوينتمنت وابدا مشيها في الفورنكس، بحيث ان انت دايما لو في اديجن بدا يتكون تبدا تعمله. في حاجات زي الكونتاكت لينس بس كبيره شويه بيسموها كونتاكت شيلد خلاص، بحيث ان هي تبقى مانع. ممكن في بعض العيانين نضطر نستعمل امنيوتيك ممبرين سواء الجاهز او سواء الفريش اللي هو بيسموه بروكيرا خلاص، اي حاجه المهم ان هو العيان ده يبدا
نبقى واخدين عندنا حاجة بارير ما بين الليد وما بين العين بحيث ما يحصلش اديهيجن. في اذر كونسيدريشن، لو العيان ده بيقول لك الهيلينج بدأ يبطأ او بطيء وقعد اسبوعين وما خفش الابيتيليوم مثلا، ممكن تحط كونتاكت لينس، ممكن تحط كولاجين شيلد اللي احنا قلنا عليها كورنيال شيلد دي، او بيسموها احيانا سكليرال شيلد، حط امنيوتيك ممبرين جرافت. بقول لك سواء كان الفريش زي ما موجود في مصر، موجود الفريش بنخيطه في اماكن بيبقى غير مسموح بالموضوع ده، فبالتالي بيبداوا يجيبوا مثلا الحاجات الجاهزه اللي هي سيلف ريتيند بروكيرا. احيانا لو العين ما بتقفلش كويس، او احنا خايفين يحصل بالنسبه لنا برضو الابيثيليا ما بيخفش كويس وخايفين على الدنيا يحصل انفكشن ولا حاجه، فبالتالي ممكن تبدا تعمل تارسورافي، تخيط الجفنين في بعض. لو بدا يحصل برضو الميلتنج لسه مستمر بتاع الكورنيا وبدا يحصل بيرفوريشن، فكر في السيانو اكريليت اللي هو قلنا الجلو او الكريتوبلاستي. الكريتوبلاستي لو هدفه ان احنا نقفل الكورنيا عشان فيها بيرفوريشن بيسموه ده تكتونيك كريتوبلاستي. يعني الكريتوبلاستي بنسميه على حسب الغرض منه، لو انا بعمله عشان العين يشوف يسموها فيجوال كريتوبلاستي خلاص. لو العين معمول عشان الشكل كوزموتيك كريتوبلاستي، هنا في الحالات دي يسموها تكتونيك كريتوبلاستي خلاص. فولو اب طبعا ده على طول كل يوم مثلا، او بتعرف تشوفه تحجزه فتشوفه كل يوم، او طبعا في البيشنت في الاوت بيشنت كلينيك في العياده الخارجيه. وطبعا هنتابع ايه زي ما احنا متعودين، ابيثيليوم، هنشوف الاستروما، هنشوف الانفكشن. ادي اللوبريكنت فتره طويله جدا خلاص، مش عايزين اي احتكاك، خلي اللوبريكنت فتره طويله جدا يعني ممكن تمشي عليها شهور شويه خلاص. في بعض الاوقات بقى لما بيحصل ليمبال اسكيميا بنضطر ان احنا نبدا نعمل ليمبال ستيم ترانسبلانتيشن سواء من نفس العين، يعني مثلا البيرن حصل في الجزء عارفين زي حالات التريجيم كده، مش احنا بنشيل التريجيم خلاص، نبدا ناخد حته من لو مثلا دي كده الكورنيا بتاعتنا، نبدا ناخد جزء من الكورنيا من الكونجنكتيفا اللي فوق ونسحب حته من طرف الكورنيا بحيث الليمبال ستيم سيلز بتكون موجوده هنا، ونبدا نحطها في المكان ده كده. احيانا نسحبها من العين التانية، احيانا ممكن ندي بس نحط امنيوتيك ممبرين، اي حاجه من الحاجات دي بتبدا تساعدنا شويه. الخلاصه هو بيقول لك هنا في الورك اب هيستوري، شايفين الورك اب اول مره في الويلز هتلاقي الورك اب اخر حاجه في الكتاب. ليه؟ هو عايز يقول لك لو سمحت الورك اب ده اخر حاجه، اهم حاجه في الاول ايه؟ غسيل، غسيل. فانا عشان كده كتبت هيستوري بعد الغسيل. والله حضرتك اتحرقت امتى؟ الماده دخلت جوه امتى؟ الماده اللي دخلت بقى لك قد ايه فتره سبتها من غير ما تغسلها خلاص. عشان كده من الحاجات المهمه جدا نعلمها لاهالينا في البيت ان اي حد دخل جوه عينه اي حاجه لازم يغسلها كويس، بعدين نبدا ندور على الدكتور، وبعدين نفحص العين كويس، افحص الكورنيا، افحص الكونجنكتيفا، شوف في ليمبال اسكيميا ولا لا، وما تنساش الفورنيسز، اقلب الجفن وشوف، وما تنساش الفلوريسين خلاص. وما تنساش الحاجات دايما اللي ننساها قوي اللي هو البريشر، ضغط العين، عندك اريتيشن جامد وفي لخبطه والعين عينه محروقه، فبتنسى دايما الاي او بي قيسه، حتى لو يعني وقفت عليك قيسه ديجيتال خلاص. لكن افضل حاجه بالنسبه لنا والكورنيا مش هيلث كده هو يا اما الحاجات اللي بتطلع هواء زي الاير باف والحاجات ديت، او الريباوند تينومتري زي الاي كير، او زي التونوبين خلاص اللي هو بيتمسك في اليد. بالتوفيق ان شاء الله، وزي ما قلت لكم ان شاء الله هعمل فيديو تاني اللي هو الخلاصه اللي هو المايند ماب اللي احنا شرحناها في النص، بس هتنزل فيديو لوحده مخصوص اللي هو المايند ماب اللي بتحصل هنعمل ايه بالظبط في الكيميكال بير 1 2 3 4 من غير اي تفاصيل عشان نوصل للمعلومه اللي احنا عايزينها بالظبط. السلام عليكم.